ما رأيك أنت؟ أتأذن لي سيد جوموش تيكين؟ تعال يا كايا. هل أحضرت لي خبراً عن توتكين؟ لا سيدي، بحثنا تحت كل حجر وحتى في كل جوف شجرة، ولكننا لم نعثر على أي أثر له، وأتيت أخبر سيدي. أنا سأقول له. اذهب يا كايا ألب. بماذا ستخبرني؟ قل كايا ألب، أهناك خبر عن ابني؟ لم نعثر على أي أثر له. أي لم تجدوه؟ لا حياً ولا ميتاً؟ قلك يا ألب، تكلم قبل أن يتزوج ابني من حبيبته، ترك هذه الحياة ودفن جسده في التراب. تكلم. هل أخذت الأرض جسد ابني البطل إلى أعماقها كما تأخذ ماء المطر؟ لماذا عدتم دون أن تأتوا به؟ أيليق بكم ترك جثته لتصبح طعاماً للغربان؟ أو لتأتي الضباع وتنهش سيدي من لحمه وتبعثر عظمه؟ سيدي أرجوك سيدي. حسناً، هيا اذهب إلى فراشك. هيا أعثروا عليه. هيا اخرج. جدوه. حسناً كايا ألب، اذهب أنت. هيا لا أريد أختي. اهدأ. ولا أريد رؤية قبيلة الكاي. تعال أبي. استنشق منه. دعوهم يذهبون. ليذهبوا. إن رأيتهم هنا عندما أستعيد صحتي سوف أقتلهم جميعاً. أخبرهم بذلك.